صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شيخ معتصم، أشهد أن لا إله إلا الله. كم طول التلاوة؟ ما شاء الله تجاوز دقيقة وربع. يعني اللي عنده هكذا نفس أنا أقول حطم الرقم القياسي هذا. حطم الرقم القياسي غريب، خاصة في الترتيب صراحة. نعم. يعني التجويد له ميزة، أخذ النفس يعني له. نعم. طريقة في علم القراءة. نعم. طريقة معينة وطريقة إخراج الحروف. نعم. بشكل يعني تستخدم النفس بشكل أطول في الآيات. نعم. لكن في الترتيل لا تستطيع كالتجويد. يعني من كان فشه بهذا الطول يستحيل أن يقع في أخطاء الوقف والابتداء. بعدين غير هيك. نعم. مريح المصلين من قولة آمين، يعني هذه لحو آمين معه.